قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر. هنا تناسب عجيب. كيف؟ فإنه عز وجل لما نفى الضر والنفع من غيره أثبت قدرته وعظمته على أن ينفع وعلى أن يضر، ثم مع نفعه وضره لا يستطيع أحد أن يمنع نفعه أو أن يرد ضره. إذا حكم فلا راد لحكمه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه عز وجل. ولذا قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر. إن أداة شرط، وهي من حروف الشرط، وفعل الشرط يمسسك. وقال: وإن يمسسك الله بضر، أظهر هنا لفظ الجلالة. لم يكن التعبير وإن تمس بضر، وقد سبق معنا أن الضر والشر لا ينسب إلى الله عز وجل ولا يضاف إليه تأدبا، لكن إذا كان السياق في مقام التحدي وبيان ضعف من عبد من دونه عز وجل يأتي هذا الإظهار. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر. الضر هو الذي لا يلائم الإنسان، ما لا يلائمك فهو ضر، من مرض، من فقر، من هم، من غم، من حزن، فكل ما لا يلائمك فهو ضر. والضر هنا نكرة في سياق الشرط فيعم. لو أصيب الإنسان بوخزة شوكة ما استطاع أحد أن يرفع ألمها، أو لم يستطع أحد أن يمنع الله عز وجل في إيقاع الضرر بمن وخذته هذه الشوكة، فيكون عاما وشاملا. فإذا كان الضر ولو كان يسيرا لا يستطيع من سوى الله عز وجل أن يرفعه أو أن يدفعه أو أن يمنعه، فهذا يدل على ضعف هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل حتى ولو كانوا أعظم الناس. ولذا قال تعالى في شأن الملائكة: وهم الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولذا يقول عز وجل عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. وحتى لو كان هؤلاء المعبودون من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم ضعفاء. انظروا إلى ما جرى الأنبياء السابقين وما ذكره عز وجل عنهم في كتابه مما أصابهم من الضر والأذى، ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ضعف المخلوق. ثم قال تعالى: فلا كاشف له إلا هو. الكشف هنا يدل على أن هناك شيء وقع، فإذا نزل هذا الضر لا أحد يستطيع أن يكشفه وأن يرفعه إلا الله عز وجل. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هناك من تعلق به ورجاه وتوسل به واستغاث به، ماذا كان يقول في رقية المريض؟ اللهم رب الناس، مذهب البأس، أذهب البأس. كل هذا تفويض لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا يدل على أن الذي أنزل الضر هو الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يرفع هذا الضر إلا هو عز وجل. ثم قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والخير هو ما يلائم الإنسان من صحة، من غنى، من سعادة، فكل ما يلائم العبد فهو خير. ثم قال: فلا راد لفضله. وفي هذا فائدة، وهي الإيمان بقدر الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولذا في الحديث الآخر في إحدى روايات هذا الحديث الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عباس قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ففيه وجوب الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، كما أن الأصل في سياق هذه الآية بيان عظم الله عز وجل وقدرته مع بيان ضعف المخلوق. ثم قال: يصيب به من يشاء من عباده. في هذا فائدة، وهي
أنه عز وجل إذا قدر شيئا فقد شاءه، فلا يخرج شيء عن أمره ومشيئته جل وعلا. إذن ما يعتقده القدرية من أن المخلوق يخلق فعل نفسه معتقد باطل. بنص هذه الآية يصيب به من يشاء من عباده، والمشيئة هي أحد مراتب القدر المذكورة في قول القائل: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذا مما يؤكد على أهمية الإيمان بقضاء الله وقدره. ثم قال: وهو الغفور الرحيم. فختم جل وعلا الآية بقوله: وهو الغفور الرحيم. ومناسبة ختام هذه الآية والله أعلم أن هذا الفضل الذي ينزله عز وجل ببعض عباده قد لا يكونون له في الحقيقة مستحقين نظير أعمالهم التي يأتون بها وفيها من التقصير ما فيها، أو قد يكون عندهم ذنوب، لكنه عز وجل بمغفرته ورحمته عفا وتجاوز.